الاتحاد على الورق كثير مرشح الاتحاد بالظفر، لكن الفيحاء أثبت عكس ذلك ووصل الهلال والفيحاء ضربوا موعدا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. نعم نعم بكل تأكيد، وده بدينا برضه الجزء اللي تكلمنا عنه السابق مشاكلنا في الكرة السودانية، بديك نموذج لأنه كيف التخطيط بينقلك من مرحلة لمرحلة. احنا إلى سنين قريبة جدا كان شكل البطولة في الدوري السعودي معروف إلا في حالات نادرة، يعني شاهدنا في التسعينات الرياض، نادي الرياض في فترة من الفترات، مدرسة الوسطى نعم نعم شاهدنا في فترة من الفترات نادي الطائي فارس الشمال، يعني كان بتسهر وتختفي أندية في فترات متباعدة. بداية من دوري المحترفين نحن شاهدنا وصول كبير جدا للأندية المتوسطة، شاهدنا نادي الفتح في 2012 بطل لبطولة الدوري ولكأس السوبر، شاهدنا في بعدها في سنة من السنين وصول الفيصلي للنهاية أمام الاتحاد، وصول الفيصلي مرة أخرى أمام نادي التعاون، وصول التعاون امام الاتحاد وفوزه بالكاس. حاليا الفيحاء الصاعد موجود في نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين من اغلى الكؤوس زي ما يطلق عليه، بالنسبه لانها مناسبه كبيره جدا، المناسبه الاكبر في البلد، حتى وان كان الدوري منافسه لها قيمتها الكبيره الفنيه والمعنويه باعتبارها افضل دوري في المنطقه، لكن مباراه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مختلف جدا. نعم المزارع مرتبطة بأنك أنت وصلت نهائي حتتشرف فيه بالسلام الملك، فليها قيمتها الكبيرة المعنوية والدوافع كبيرة جدا في المزارع دي. الفيحاء موجود والفيحاء صاعد، الفيحاء الفريق الأفضل دفاعيا في المملكة العربية السعودية بالأرقام، بالأرقام 9 كلين شيت في الدوري بخلاف مباريات الكأس. نعم حارس متميز، نظام دفاعي متميز، دفاع ما يعتمد على الأسماء، يعني مثلا الفريق ما عنده أحمد حجازي في دفاعه، ولا عنده الكوري الجنوبي لاعب الهلال، ولا عنده أي اسم من الأسماء الكبيرة، لكن المنظومة